السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله حضرتنا النهاردة عبارة عن الكومبليكيشن بتاعة الووند أو الديس فروم الووندز. أول حاجة بتاعة الووند هي عبارة عن الشوك. الشوك دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ الشوك دي عبارة عن ستيت من السيلولار هايبوكسيا، ماشي؟ يعني حصل عندي سيلولار تيشو هايبوكسيا. ليه بقى؟ عشان ثلاث حاجات، ماشي؟ ممكن كل واحدة على حدة أو ممكن التلاتة مع بعض. يعني أول حاجة إن حصل ديكريز في الأكسجين ديليفري للتشو، أو حصل إنكريز في الأكسجين كونسومشن، أو إن أديكويت أكسجين يوتيلايزيشن، أو إيه كومباينيشن للتلاتة بروسيس مع بعض. خلاص. طيب بالنسبه للتايبس بتاعت الشوك، عندنا اول تايبس اللي هو البرايمري نيوروجينيك شوك. البرايمري نيوروجينيك شوك دوت عباره عن ايه؟ نوعين، اللي هو عبارة and سيمباثيتك شوك. ايه هي الباراسيمباثيتك شوك؟ الباراسيمباثيتك شوك ديت عبارة عن لوس اوف السيمباثيتك تون، والباراسيمباثيتك هو اللي هيبقى بريدومينانت، ماشي؟ وزي ما احنا عارفين ان الباراسيمباثيتك ده بيبقى ديفرد عن طريق الفيجاس نيرف. اوكي. طيب الكوزس بتاعت الباراسيمباثيتك دي برضو عبارة عن ايه؟ يعني ما قلت لكم لوس للسيمباثيتك تون، والباراسيمباثيتك هو اللي بريدومينانت. طب ازاي بيحصل ماينور تروما؟ في ارياز عندنا في البادي بتبقى ريتش في الباراسيمباثيتك سبلاي، لو ماينور تروما ليها هيحصل بقى الباراسيمباثيتك دي هي اللي هتبقى بريدومينانس، والفايتال ساينز كلها ديكريز، وبعد كده يحصل ايه؟ براديكارديا، وبعد كده يحصل ايه؟ ديس من الفيجال انهيبيشن على الهارت، ماشي؟ طيب ناخدها واحده واحده. يبقى احنا قلنا دلوقتي الكوزس بتاعتها هي عباره عن تروما للاريا اللي هي ريتش في البادي بتاعتي، زي الكاروتيد وزي اللارنكس وزي السيرفكس وزي الايه السكروتوم. خلاص. طيب الانست بتاعتها دي طبعا صادم، بتحصل ايه؟ صادم، ماشي. الساينز بتاعتها بيبقى فيه سلو بلس، بيبقى فيه ديكريز في البلاد بريشر، سلو ريسبيريشن، السكين بيبقى كولد ومويست سكين، في سب نورمال ايه تمبريتشر، ماشي. برضو البرين انجري يا جماعه والسباينال كورد برضو ممكن يعملوا ايه انجري، برضو يعملوا الباراسيمباثيك ديت هي اللي هتبقى برودومينانت، ويعملوا فازو دايليتيشن ويحصل ايه سادن ديس، ماشي. طيب طب السيمتومز بتاعتها بتبقى عباره عن ايه؟ بيبقى فيه طبعا واحد ضغطه واطي، وواحد الريسبيراتوري ريت بتاعه خلاص يبقى يعني نازل، والهارت ريت البلس بتاعه ديكريز، يبقى فيه ديزنس، ماشي، في انكزايتي، في شورتنس في البريسنج بتاعه، في السكين بتاعه بيبقى كولد وسويت سكين، ماشي. يبقى دي كده بالنسبه للسيمتومز. طيب الانسيدنس اوف ديس بتاعه بيبقى عباره عن ايه بقى؟ صادن. والانسيدنس بتاع الديس هو من حكمه ربنا الحمد لله، يعني ان لما بيحصل، لو حصل الموضوع دوت، ان ممكن البيشنت يتلحق ازاي بقى؟ بميكانيزم جوه في جسمنا، ان الفينتركل هيهرب من الفيجال تون بتاعته، ومن الفيجال تون دي، وهيعيد الريزم بتاعه، ماشي، وبالتالي ينتظم الهارت ريت، والهارت يبقى يتملي بالبلاد، وبعد كده يحصل ايه اديكويت ايه بيرفيوجن للتشو كله، ماشي. يبقى ده رير لانه يحصل الديس. ليه؟ عشان الفينتريكل اسكيب من الفيجال تون دي ورجين الاون ريزم بتاعته، وبعد كده يحصل ايه انتظام بقى في كله، والاكسجين بقى ايه اديكويت تشو اكسجينيشن او بيرفيوجن، وتمشي الايه الدوره الدمويه عادي. طيب امال الديس بقى يحصل امتى؟ لو حصل ريفليكس فيجال انهيبيشن في الهارت، يعني خلاص الهارت استسلم بقى يحصل ايه فيجال انهيبيشن في الهارت، ماشي. بالنسبه للبوست مورتم دايجنوزيس بتاعه فهو عباره عن من السيركمستانسز. ازاي بقى؟ يعني اللي اعمل اكسكلوجن اللي ما كانش عنده كوز اوف ديس قبل كده، او عنده ديزيز قبل كده، ما فيش اكسكلوجن للبويزنينج. طبعا في اي، احنا بناخد بلاد ويورين، بنعمل له البلاد ويورين، بنعمل اناليسز ليه، ونشوف نعمل اكسكلوجن للبويزنينج، ماشي. انما كاوتوبسي فايندينج هو نوت سبيسيفيك. اوكي. ده كده بالنسبه للباراسيمباثيك. عشان افويد يا جماعه الباراسيمباثيك ديت، ان مثلا البيشنت داخل الاوبريشن وممكن يحصل له باراسيمباثيك شوك، يعني ممكن وتلاقي فجاه بقى كل الفايتال ساينز بتاعته نزلت، وممكن يتلحق يا ما يتلحقش. طب نعمل ايه بقى عشان افويد الموضوع دوت؟ قبل بداوا يدوا قبل الاوبريشن اتروبين. ايه فايده الاتروبين بقى؟ ان الاتروبين ده بيعمل بلوكينج للباراسيمباثيك تون دي، ماشي. فعشان كده ان هو ايه يعني ببقى مطمنه ان انا ايه العيان مش هيدخل مني في باراسيمباثيك شوك، ماشي.
تاني حاجه التريتمنت بتاعها ايه؟ لو حصل بارا سمباثيتك شوك هعمل ايه في البيشنت اللي عندي ده؟ هديله فاز بريسورس، حاجه بقى تعلي بقى الحاجات دي كلها، البراد بريشر والريسبيريشن والهارت ريت، هديله فاز بريسورس بقى زي ايه؟ زي الدوبامين، زي النور ابنفرين، زي الفينايل افرين. اوكي، ده كده بالنسبه للبارا سمباثيتك شوك. نيجي بعد كده على السمباثيتك شوك. ايه هي بقى السمباثيتك شوك دي يا جماعه؟ السمباثيتك شوك دي طبعا من اسمها كده ان هيبقى فيه برومينانس للسمباثيتك تون، خلاص. طب دي بتبقى امتى بقى؟ دي لما تسمعوا عن حد مثلا دخل خناقه وبعد كده حصل له صادن ديس. ازاي؟ ده من النيرفس ومن الايموشنز اللي هي كان فيه، او فيري بينفول ستيمولاي، ماشي، او فرايت الخوف الشديد، ممكن يحصل ايه؟ صادن ديس، وخصوصا في البيرسونز اللي هم عندهم كاردياك ديزيز، ماشي. زي في بعض الالعاب بيقول لك لا، اللي عنده المريض القلب ما يركبش اللعبه دي، برضو بيخافوا عليه، بيحصل ان هو بيخاف الخوف الشديد ده او الايموشنز اللي عنده دي، ويحصل بعد كده يحصل له ايه؟ سمباثيتك شوك ويحصل ديس. اوكي، طيب الاونست بتاعتها بتبقى جرادوال. طيب الـ زي ما احنا عارفين ساينز بقى دي سمباثيتك، واحنا عارفين ان السمباثيتك ده بيعلي، يعني يحصل ايه؟ يحصل رابيد بالس، يحصل هايبر تنشن، الريسبيريتوري ريت هيزيد، ماشي. الساينز بتاعت البالمونري اديما ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم في السمباثيتك شوك، ايه اللي جابنا في يعني ليه الساينز بتاعت البالمونري اديما؟ يا جماعه الدوره الدمويه بتاعتنا وجسمنا كله حاجه واحده. ازاي؟ يعني زي ما احنا عارفين ان الهارت واللنج الدوره الدمويه بتتم ازاي، السيركوليشن بيتم ازاي؟ اولا الديوكسجينيتد بلاد بيجي من الرايت اتريوم، بيروح للرايت فينتريكلز، وبعد كده من الرايت فينتريكلز البلمونري ارتريز. هناك بقى البلاد كله بيتفضى بقى ويعمل اسكيب للكربون دايوكسيد وياخد الايه؟ الاكسجين، وبيك اب للاكسجين. فالاكسجين فالبلاد دلوقتي بقى اوكسجينيتد، وبقى محمل بالايه؟ بالاكسجين اللي تقدر التيشو تعمل له يوتيلايزيشن، خلاص. يجي بعد كده يروح بقى يخرج من اللنج عن طريق البلمونري فين للليفت اتريوم، وبعد كده للليفت فينتركل عن طريق الميترال فالف، ومن الليفت فينتركل هيروح للايه؟ للاورطه. بعد كده بقى الاورطه دوت ايه فايدته؟ هيمنع البلد ان هو يحصل له ريتيننج تاني للهارت، وفي نفس الوقت هيضخ البلد لباقي الجسم بقى كله عشان التيشو تستفاد منه، خلاص. فاي بقى لانج ديزيز هياثر على الهارت ديزيز، هارت ديزيز هياثر على الايه؟ اللنج، خلاص. فعشان كده برضو بنشوف هنا الساينز بتاعت البلمونري اديما. اللي هي ايه الساينز بتاعت البلمونري اديما دي؟ اول حاجه بيحصل شورتنس اوف البريس، مش قادر ياخد نفسه، في ويزنج او جاسبنج، مش قادر يعني ياخد نفسه، ماشي. بعد كده كولد كلام سكينز، ماشي. وبعد كده بيحصل ايه؟ انكزايتي، كف، فروسيس بيوتم، بالبيتيشنز، دي الساينز بتاعت البلمونري اديما. طيب الديس بقى بيحصل ازاي؟ الديس بقى بيحصل، مش احنا هنا يا جماعه قلنا ان في عندنا انكريز في البلس، يعني في هنا عندنا تاكي كارديا. طب وتاكي كارديا دي بقى مش ممكن تدخلنا في اريزميا، والاريزميا دي بقى مش ممكن يحصل منها فنتريكولار فايبريليشن، وانس اللي حصل فنتريكولار فايبريليشن خلاص الفنتركل مش عارف يشتغل، مش عارف يأدي الفانكشن بتاعه خلاص، ماشي، ويحصل بعدها ايه؟ ديس. اوكي، بالنسبه للبوست مورتم دايجنوزيس بتاعه من السيركمستانسز ازاي بقى؟ يعني زي ما قلنا كده فلان دخل في خناقه فحصله ايه يا جماعه؟ حصل سمباثيتك شوك، ماشي. نعرف على طول ان مع اي ايموشنز او الفايت او فرايت خلاص يبقى البني ادم دوت معرض انه يحصل له سمباثيتك شوك. لو دخل اي خناقه حصل له مثلا خضيته ممكن يحصل ايه؟ سادن ديس، ماشي. طيب سمباثيتك شوك وبعد كده يحصل سادن ديس. طب الاوتوبسي فايندنج في عندنا ايه بقى؟ في عندنا ممكن نلاقي كونجيشن، ماشي، ممكن نلاقي بالمونري اديما الفلويدز اللي هو الفروس فلويدز ده، ماشي، مع برضو ممكن نلاقي ايه؟ كاردياك ايه؟ ديزيز، عنده مايوكاردايتس بقى، عنده مايوكاردال انفاركشن، ايا كان، خلاص، كارديو مايوباسي، ايا كان، خلاص. ده كده يا جماعه بالنسبه للايه؟ نيوروجينيك شوك. اوكي، طيب النوع التاني اللي هو بسميه ايه بقى؟ سكندري هيماتوجينيك شوك. ايه بقى السكندري هيماتوجينيك شوك ده؟ هي عباره عن نوعين، هايبوفوليميك او توكسيميك شوك. ايه هي بقى الهايبوفوليميك شوك ديت؟
من اسمها كده هايبوفوليميك او اولوجيميك شوك، ان حصل رابيد فلويد لوس. ماشي. طب لما يحصل عندنا رابيد فلويد لوس ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كارثه. هيحصل ايه؟ هيحصل ان اديكوت سيركيلاتوري فوليوم، ما عنديش كمان ان اديكوت بيرفيوجن، الاورجنز مش هتبقى فيها، مش هيحصل لها بيرفيوجن، يعني مش هتاخد البلاد اللي هي عايزاه علشان تشتغل، فيحصل ايه بقى؟ مالتيبل اورجان فيلير. اوكي. طيب ده كده بالنسبه ل الايه الباس فيزيولوجي بتاع الهايبوفوليميك شوك، انه يحصل رابيد فلويد لوس، يحصل ان اديكو سيركيلاتوري فوليوم، بعد كده يحصل ان اديكو تيشو بيرفيوجن، مالتيبل اورجان فيليرز. ماشي. طيب الاكستنسيف هيموريج دوت بيحصل امتى؟ طبعا مع اي حاجه ووند يا جماعه، ستاب ووند بتاع اي ووند اساسا بينزف جامد مع بليدنج، خلاص هيحصل البلاد فوليوم بتاعنا هيقل، ويحصل بعد كده الهايبوفوليميك شوك. طب الهايبوفوليميك شوك دي يا جماعه اي كميه انا هفتقدها كده هيحصل دس على طول، ولا الهايبوفوليميك شوك دي ليها ستيجز؟ لا، الهايبوفوليميك شوك دي يا جماعه ليها ستيجز، زي ستيج 1 دي انه يفقد 15% من البادي فلويدز اللي هو تقريبا 750 مللي، وستيج 2 ان هو بيفقد من 750 ل 1500 مللي. اوكي. وستيج 3 من 1500 الى 2000، يعني تقريبا بيبقى من 30% ماشي، او 30 ل 40% من البادي فلويدز كله. طيب ستيج 4 دي بقى اللي فيري دينجرس، بيبقى اكتر من 40% من البادي فلويدز بتاعنا، وبيبقى اكتر من 2000 مللي من البادي فلويدز. اوكي. دي الستيجز بتاع الهايبو فوليميك شوك. طب الساينز بتاعتها عباره عن ايه؟ طبعا عيان بينزف يبقى فيه ايه بقى؟ هايبو تنشن. ماشي. في ريفلكس بقى طبعا عشان يعني يحاول ان هو يصلح او حاجه، فبيحصل عندنا رابيد بالز ورابيد ريسبيريشن، وبعد كده بيبقى بقى بيل كولد سكين، مفيش برفيوجن لا في التيشو ولا السكين، فبيبقى بيل وكولد. ماشي. وساينوسس. طيب التوكسيميك شوك دي بقى عباره عن ايه؟ التوكسيميك شوك ديت عباره عن يا هيستامينيك شوك يا اما سيبتيك شوك. معلش الهيستامينيك شوك يعني ورا شويه في اخر السطر. ماشي. طيب الهيستامينك شوك دي زي ما احنا عارفين يا جماعه، الهيستامين والهيستامين لايك سبستنس دول، الهيستامين بيعمل ايه؟ بيعمل كابيلاري دايلاتيشنز. ماشي. او فازو دايلاتيشن. خلاص. طيب الهيستامين بقى والهيستامين لايك سبستنس دي بيخرجوا من الدامج دي تيشو. خلاص. فبيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا كابيلاري دايلاتيشن واستاجنيشن اوف بلاد. ماشي. ولوس برضو من السيركيلاتوري فوليوم اهو. خلاص. فحصل ايه بقى؟ مع جرادوال اونست من سيركيلاتوري كولابس، زي ما احنا قلنا قبل كده اي بلاد فوليوم هنفقده يحصل سيركيلاتوري كولابس على طول. خلاص. هنا بقى برضو هنا بيعمل فازو دايلاتيشنز، فهيعمل استاجنيشن للبلاد ويحصل سيركيلاتوري كولابس. ماشي. ده بيحصل امتى؟ بيحصل من اكستنسيف وون وبعد السيرجيكال اوبريشنز. اوكي. تابعوني بس في الكلام لان هنا الحته دي متلخبطه شويه. خلاص. يبقى الهيستامينك شوك عباره عن هيستامين اند هيستامين لايك سبستنس. ماشي. طلعت من الدامج دي تيشو، عمل فازو دايلاتيشنز او كابيلاري دايلاتيشن، فحصل استاجنيشن في البلاد، وبعد كده حصل جرادوال اونست ايه من سيركولاتوري كولابس. بيحصل امتى؟ بيحصل افتر سيرجيكال اوبريشن او اكستنسيف وونز. ماشي. طيب السيبتيك شوك من اسمها كده، سيبتيك شوك يعني في فوكس عندنا اوف سيبسيس في جسمنا، زي ابسس. ماشي. فالبكتيريال توكسينز دي هتطلع منه وتعمل ايه برضو؟ تعمل برضو فازو دايلاتيشنز وهايبوتنشن وسيركيلاتوري كولابس وشوك. اوكي. يبقى السيبتيك شوك دي في فصاي اوف انفكشن عندنا فور اكزامبل ابسس، طلع منه بكتيريال توكسينز، التوكسينز دي بتروح للبلد وهتعمل فازو دايلاتيشنز وهايبوتنشن، وبعد كده ايه؟ سيركيلاتوري كولابس وشوك وايه؟ ودس. ده اذا ما اتلحقتش، انما ممكن لها تريتمنت. هي لا ايوه لها تريتمنت. ايه بقى التريتمنت بتاع السيبتيك شوك؟ ان انا اول حاجه عندي ابسس، طيب بعمل له انسيجن ودرينج يا جماعه، وما يفضلش عندي يبقى سورس للانفكشن، وكمان في بكتيريال توكسينز عماله تطلع منه، اعمل انسيجن ودرينج وانضف على الجرح على الابسس اللي عندي دوت. ماشي. تاني حاجه ان انا بدي له انتي بايوتيك. خلاص.
طيب هي السيبتك شوك ديت يعني امتى مثلا لو في ابسس اعرف ازاي ان العين دوت دخل مني في سيبتك شوك؟ طبعا هو شوك ده خلاص، بس بيبقى فيه فيفر، بيبقى السكين بيلينج كده ماشي، بيبقى فيه ديكريز في البلاد بريشر، اوكي، بيبقى برضو سكين راش ماشي. دي من ضمن الايه الساينز والسيمتومز بتاعت الايه السيبتك شوك. والتريتمنت طبعا بنديله انتي بايوتيك قوي، وبنعمل انسجن ودرينج للفوكس اوف انفكشن عندنا فور اكزامبلز الابس. ماشي يا جماعه، يبقى ده كده بالنسبه للشوك. اوكي، يبقى عندنا نيوروجينيك شوك اللي هو سمباثيك وبارا سمباثيك، وبعد كده سكندري هيماتوجينيك شوك اللي هو عباره عن هايبوفيليميك وتوكسيميك. وتوكسيميك دي نوعين، عباره عن استامين شوك وعباره عن سيبتيك شوك، وقلنا كل واحد بالتفصيل. اوكي، هنيجي بقى على تاني كومبليكيشن. يبقى احنا خلصنا اول كومبليكيشن من الوند وهي عباره عن الايه الشوك. تاني كومبليكيشن عباره عن الهيمورج. الهيمورج دي عباره عن ايه يا جماعه؟ من اسمها كده هيمورج، يعني اكستنسيف بلاد لوس. ماشي، طيب الكوز بتاعها ممكن بقى يبقى ستاب، ممكن انسايز ووندز. ماشي، طيب البليدنج دوت يا اكسترنال يا ايه يا انترنال. ماشي، طيب الاكسترنال دوت بيبقى بره الجسم عادي، والانترنال دوت بيبقى في البادي كافيتيز او في الاورجنز. ماشي، نرجع تاني للهايبوفوليميك شوك. فاكرين لما قلت لكم ان الهايبوفوليميك شوك ديت برضو عباره عن اكستنسيف فلويد لوس؟ ماشي، وما بيحصل اكستنسيف فلويد لوس بيحصل ايه؟ ان اديكويت سيركولاتوري بيرفيوجن او ان اديكويت تيشو بيرفيوجن، ويحصل سيركولاتوري كولابس ويحصل شوك ويحصل ديس. لما قلت لكم كمان الاستيجز بتاعت الهايبوفوليميك شوك اللي هي اربعه ستيجز، واخر ستيج اللي هي الاربعه ديت ان بيفقد 2000 مللي، يعني اكتر من 2 لتر. ماشي، يبقى الديس ده بيحصل لما الاماونت اوف البلاد لوست بتبقى اكتر من ايه 2 لتر، ولكن ده اكسترنال. ماشي، يعني فقدنا اكتر من 2 لتر اكسترنال، بس بيقول يعني ان لو في اكيوميليشن ل 200 سي سي بس من البلاد في الكاردياك ساك هيحصل كاردياك تامبوناد ويحصل ايه ديس. ماشي، طيب البوست مورتم فايندنج احنا عاملين نقول هيموراج، يعني خلاص التيشو ما وصل لهاش دم ولا حصل ان اديكوت بيرفيوجن في التيشو، خلاص بقت بيل وبقت انيميك اورجانز، والسبلين بيحاول ان هو كونتراكت عشان يعمل اوتو ترانسفيوجن، فبنلاقي كونتراكتد سبلين. ماشي، وفي كمان احنا زي ما احنا قلنا كمان في كاردياك، لما لو اتجمع بلاد في الكاردياك هيعمل كاردياك تامبونات، فبلاقي سب اندوكارديال هيموراج. ماشي، ديو تو سيفير هارت كونتراكشن. يبقى ده يا جماعه بالنسبه للايه الهيموراج. كومبليكيشنز دي مهمه قوي قوي اللي هي الامبوليزم. ماشي، طيب الامبوليزم دي عباره عن ايه؟ ماشي، الامبوليزم دي عباره عن فورين بولس، سواء كانت بقى سوليد ليكويد جازياس، خلاص بتبقى بتعمل بتمشي في الفاسكولار ستريم وبعد كده بتعمل دامج او بتروح ايه عند بايفريكيشنز اوف ارتريز او حاجه، ويحصل لها بقى ايه تستقر هناك ويحصل بعد كده دس. ماشي، يبقى الامبوليزم دي عباره عن ايه؟ عباره عن فورين بولس، سواء كان سوليد او ليكويد او جاز، بتمشي مع الفاسكولار سيستم وبعد كده بتحصل لها نودجز في بايفريكيشن بتاع ارتريز وتعمل ايه دس. ماشي، الامبوليزم ديت القصه بتاعتها من الاول هي عباره عن في بلاد كلوتس. ماشي، البلاد كلوتس ديت بيحصل بقى ما تبقى ديسلوجيت، يعني خلاص هي البلاد كلوتس دي يعني ماسكه في الوول بتاع الفاسكولار سيستم، ما تبقى بقى ديسلوجيت وتمشي بقى في الفاسكولار ستريم بسميها ايه امبوليزم. ماشي، طيب عندنا بقى دلوقتي التايبس بتاع الامبوليزم. اول حاجه الفات امبوليزم. ايه بقى الفات امبوليزم دي؟ الفات امبوليزم دي يا جماعه بتحصل مع البون فراكشرز. ماشي، لما بيحصل بون فراكشرز ماشي او كراشنج انجريز مثلا في سابكوتينيوس تيشو، سابكوتينيوس تيشو دوت ريتش في الفات زي الباتوكس او البريست. ماشي، فبيطلع منه بقى الفات. ماشي، وتمشي بقى في البلاد ستريم وايه ودسلوجي برضو في اي اورجنز،
وبعد كده ايه زي مثلا البرين او الهارت ويحصل نفس. يبقى الفات امبوليزم دي بتبقى موجوده فين، الكوزس بتاعها ايه اللي بيخلي فيه فات امبوليزم، الفات دي بتهرب منين، في بون فراكشرز ماشي زي اللونج بون او الكراشنج انجري في سبكوتينيوس تيشو بيبقى غني بالفات زي الباتوكس والبريست ماشي، او سيفير بيرن، ما بيحصل بيرن برضو يا جماعه بيبقى بينزل برضو فاتس كده، والفات ديت برضو بتمشي في البلاد ستريم ودسلوجد في الفايتال اورجنز زي البرين والهارت ويحصل ديس ماشي. يبقى كوز ديس لما يحصل لها امبولايزيشن في فايتال اورجنز زي البرين وزي الهارت. ده كده بالنسبه للفات امبوليزم. ده يا جماعه حصل هنا بلوكج في الارتري بتاع اللنج، حصل هنا بالمونري امبوليزم، يعني حصل بالمونري امبوليزم وجبناها ايه في الدايره الواحده اهو الامبولاس موجوده فيه ماشي. يبقى دي كده الايه البالمونري امبوليزم اللي هنتكلم عليها بعد الفات امبوليزم. الوند هي عباره عن الشوك، الشوك دي عباره عن ايه يا جماعه، الشوك دي عباره عن ستيت من السيلولار هايبوكسيا ماشي. يعني حصل عندي سيلولار تيشو هايبوكسيا ليه بقى، عشان ثلاث حاجات ماشي، ممكن كل واحده على حده او ممكن الثلاثه مع بعض. يعني اول حاجه ان حصل ديكريز في الاكسجين ديليفري للتشو، او حصل انكريز في الاكسجين كونسامشن، او ان اديكويت اكسجين يوتيلايزيشن، او ايه كومباينيشن للثلاثه بروسيس مع بعض خلاص. طيب بالنسبه للتايبس بتاعت الشوك، عندنا اول تايبس اللي هو البرايمري نيوروجينيك شوك. البرايمري نيوروجينيك شوك دوت عباره عن ايه، نوعين، اللي هو عباره عن بارا سيمباثيك شوك برضه اهو بالمونري امبوليزم اهو، عندك دايره حمراء اهي في البالمونري ارتريز ماشي. ودي برضه زي ما قلنا كده برضه انها ممكن تبقى بلاد كلوتس وبعد كده ثرومبوزس، من ثرومبوزس وبعدين عملت بلاد كلوتس وبعد كده عملت ايه بلاد كلوتس ديت ديسلوجت وعملت بقت امبوليزم واستقرت فين، في البالمونري ارتريز والبرانشات بتاعته اوكي. طيب ايه بقى الساينز والسيمتومز بتاع البالمونري امبوليزم، يعني واحد بالمونري امبوليزم ايه الساينز والسيمتومز اللي عنده بقى. اول حاجه بيبقى فينتنج في البرين، فينتنج ماشي، وبعد كده بيبقى عنده فيفر اوكي، وبعد كده في كافنج ماشي، او برضو ممكن يبقى فيه كافنج اب بلاد يعني زي هيموبتسيس ماشي، في شورتنس في البريس اوكي، في رابيد بريسنج ماشي،
في شيست بين، رابيد هارت ريت، عنده تاكي كارديا، ماشي، في برضو لو بلاد بريشر، لما البلاد بريشر دوت يبقى اقل من ايه 90 على 60. اوكي، يبقى دي كده الساينز وسيمتومز بتاعت الايه. يبقى احنا كده قلنا الفات امبوليزم، وتاني حاجة قلنا البلمونري امبوليزم، وتالت حاجة برضو المهمة جدا اللي هي الايه، الاير امبوليزم. طيب الاير امبوليزم دي يا جماعة بتحصل ازاي بقى؟ في عندنا نوعين، يا اما فينوس يا اما ايه ارتيريال اير امبوليزم، ماشي. ال طب انهي اللي كومن؟ الفينوس طبعا هي اللي كومن. اوكي طيب، الفينوس اير امبوليزم يعني مثلا انا دلوقتي لو جيت بدي حقنه لواحد وجيت اديته، يعني الحقنه عندي كده 5 مللي، لو اديته الحقنه دي كانت هوا وحقنت الحقنه دي في فين، هيموت البيشنت؟ لا مش هيموت. ليه؟ لان كميه الاير قليله قوي، انما عشان يحصل ديس يبقى الفوليوم اوف اير قد ايه؟ اتليست من 60 تو 100 مللي، ماشي. ده بنحقنهم في الفينوس سيستم، خلاص. فهينتلي بقى الرايت اتريوم والفنتركلز بالاير، وبعد كده يحصل ايه؟ كاردياك ايه؟ امبوليزم، ماشي. طيب ايه الكوزس بقى اللي يحصل عندنا فينوس اير امبوليزم؟ ايه الكوزس بتاعته؟ لو مثلا واحده عنده سيروديكتومي، سيروديكتومي ده يا جماعه بيبقى عامل زي المذبوح بالظبط، وعندك بقى ايه لارج فيزلز، اللارج فينز اللي في النك دي بتبقى ايه جاجولار فين، واللي هي الفينز اللي بتبقى الكبيره دي اللي موجوده في النك، ماشي، بتبقى اوبند، خلاص. فيحصل، ممكن يحصل اير يعني من الاوبريشن، ويدخل اير في الفينز دي اثناء الاوبريشن، ويحصل ايه اير امبوليزم، ويحصل ديس، ماشي. ممكن كمان واحد بينتحر وعمل ايه كاتس روت، ماشي، يعني سواء كان سوسايدال بقى او هيموسايدال، يعني ايا كان سوسايدال كاتس روت او هيموسايدال كاتس روت، برضو يعمل ايه فينوس اير امبوليزم، ماشي. ممكن برضو الابورشن اللي هو الكريمينال او ثيرابيوتيك ابورشنز، ماشي. طبعا ان في الكريمنال او ثيرابيوتيك ابورشنز برضو الفينز اللي هي بتاعت اليوترس والفينز اللي هي في الـ في الـ في الـ في الجينيتاليا عموما بتبقى ايه اوبند، ويحصل بعد كده ايه بقى اير، تتملي بالاير ويحصل بعد كده اير امبوليزم ودس، ماشي. او ان انا عملت رابيد انترافينوس انفيوجن ودخلت ايه كميه كبيره من الاير، ماشي. ده كده بالنسبه لي الفينوس اير امبوليزم. عندنا برضو نوع تاني اللي هو الارتيريال اير امبوليزم، بس هو بيبقى لسه كومن، ماشي. طيب الارتيريال اير امبوليزم ده عايز كميه اير قد ايه عشان يحصل فيه امبوليزم ويحصل ديس؟ لا ده دي بقى، لو دي بقى بتبقى فيري دينجرس، يعني لو مينيمم في الفوليوم اوف اير فيو سي سي، يعني من 2 الى 3 مللي من الاير انجكتد مثلا في السريبرال سيركوليشن، يعمل ديس على طول. اوكي طبعا هيروح بعد كده للليفت فينتركل ويعمل اوبستراكشن في الكورونريز او السريبرال فيزلز ورابيد ديس، ماشي. يبقى مينيمم فوليوم اوف الاير فيو سي سي اللي هو من 2 ل 3 سي سي، اجين اكسس يروحوا للليفت فينتركل، وبعد كده الليفت فينتركل يعمل اوبستراكشن في الكورونريز والسريبرال فيزلز. طبعا دي يعني ايه من الفايتال اورجانز المهمه قوي عندنا اللي هم البرين والهارت، فيحصل بعد كده ايه رابيد ديس. طب ايه الكوزس بقى؟ يعني الارتري يجي له اير منين؟ يحصل اير امبوليزم ازاي في الارتري؟ ده في الستاب ووند، سواء كان في الشيست او النك، ستاب ووند لانه بيبقى ديب، اوكي. فالارتري بقى بيتفتح وبعد كده يبدا الاير ايه يدخل في الارتري ويعمل ايه اير امبوليزم، او بينتريتنج اللونج بفراكشر ريبس او نيدل ديورنج ريليز اوف تنشن نيوم سوركس. ما هم بيعملوا عشان يخفوا التنشن نيوم سوركس ده، فبيتقالوا ان هم بيشفطوا بقى الاير اللي الموجود جوه بنيدلز، فممكن يدخلوا ايه اير، او البنتريتنج اللنج الريب نفسها الفراكشر ريب دوت ممكن يدخل اللنج يعمل بنتريشن، وبعد كده يحصل ايه اير في الـ في الـ في الارتريز بتاعتها في البلمونري ارتريز، ويحصل بعد كده ايه ارتيريال اير امبوليزم ويحصل ديس. اوكي
ده كده بالنسبة يا جماعة للأرتيريال إير إمبوليزم. طيب في عندنا حاجة كمان بسميها الأكسجين إمبوليزم، ده بيحصل إمتى؟ هما بيقولوا إن الأكسجين ده يعني لو بعمل إريجيشن لووند أو سيرجيكال أوبريشن كافيتيز بستخدم إيه؟ هيدروجين بيروكسايد، ماشي؟ لما بستخدم بقى الهيدروجين بيروكسايد دوت وبعد كده في ان انا بعمل اريجيشن للووند عندي او في سيرجيكال اوبريشن بعمل بهيدروجين بيروكسايد وبعد كده بقفل الجرح بسرعه، ماشي؟ فلارج فوليوم اوف الجاز بتطلع من البيروكسايد دوت، من الهيدروجين بيروكسايد ده، وكانت اسكيب، ما خلاص انا خيطت الجرح هتخرج فين؟ فبعد كده هتروح بقى في الفينز بتاعت التروماتايزد اريا وتعمل امبوليزم. يبقى دلوقتي في اكسجين امبوليزم. ايه الاكسجين امبوليزم دوت؟ ان انا بعمل اريجيشن عندي للجرح او في الاثناء العمليات اللي هو للسيرجيكال اوبريشن كافيتس، ماشي، بنضف جرح عندي بعد السيرجيكال اوبريشن او بنضف ووند عندي وبالايه، بالهيدروجين بيروكسايد، وبعد كده بخيطه بسرعه. طيب الهيدروجين بيروكسايد دوت بيعمل جينيريشن لايه؟ لارج فوليوم من الجاز. طيب الجرح اتقفل هتروح فين؟ مش لاقيه طريق، فبتروح للايه؟ للفين. ويحصل بعد كده ايه بقى؟ الفين بتاعت التروماتايزد اريا، بتاعت الاريا دي نفسها اللي انا خيطت الجرح فيها، وبعد كده يحصل ايه؟ امبوليزم، ماشي؟ ده كده بالنسبه للاكسجين امبوليزم. طيب بالنسبه يا جماعه ان انا دلوقتي لو حصل عندي اير امبوليزم، ماشي؟ ايه السيمتومز والساينز اللي ممكن الاقيها عندي؟ بلاقي فيه سيجرز، بلاقي فيه ديكريز في البلاد بريشر، في عندي شيست بين، في بليرنج في الفيجن، في الريجولاريتي في الهارت ريزم، ماشي، في بين في الجوينت والماسل عندي، ماشي. طيب التريتمنت دوت بيقولوا ان انا بعمل له ريكومبريشن في هايبر باريك شامبرز، ماشي. طيب نيجي بعد كده على نوع كمان من الامبوليزم بسميه اللي هو الايه، الفورين بودي امبوليزم، ماشي. طيب قبل ما نعمل كده يا جماعه، سمعتوا قبل كده عن اللي هم الدي كومبريشن سيكنس، ان الغواصين اللي هم الدايفنج بينزلوا البحر في اعماق كبيره وبيبقى معاهم الغاز اللي هو النيتروجين والاكسجين، وبعد كده بيستهلكوا الاكسجين بقى في عمليه الريسبيريشن، والمفروض بقى ان النيتروجين ده بيتم التخلص منه في البلاد ستريم ويخرج خلاص. طيب لو الدايفر دوت او دايفنج في عمليه اثناء عمليه الدايفنج ده الغواص طلع بسرعه، الاسنت بتاعه كان رابدلي، النيتروجين بقى بدل ما يخرج في البلاد ستريم ويحصل له ووشنج، لا ده هيروح للتيشو خلاص، ويحصل ايه؟ امبوليزم، ويعمل بابلز، اير بابلز، ويحصل ايه؟ امبوليزم. اوكي طيب نيجي يا جماعه بعد كده على الفورين بودي امبوليزم. ايه هو الفورين بودي امبوليزم بقى؟ الفورين بودي امبوليزم دوت اوريكم صور الاول، يعني مثلا عندنا دوت الارتيريال بلاد سبلاي بتاع الليج، المربع الصغير دوت على بلاد كلوتس او ثرومبس. شفتوا بقى السهم الاصفر ده، ان الامبولس بقى حصل الكلوتس دي حصل لها ديسلوجد من الوول بتاع الارتري، ماشي، فما حصل لها ديسلوجد بقى اسمها ايه؟ امبوليزم، ان هي بتطلع بقى بريكنج اوف من الكلوت، ماشي، بتطلع من الكلوتس وايه، وتروح بقى فين؟ في البلاد ستريم، ولوجيت بقى في اي في ايه في اي ايه بلاد ايه فيزلز، ماشي، وتروح لمكان تاني وتقفله. يعني هي كانت المكان اللي فوق ده قفلاه، الامبوليزم طلعت من البلاد كلوتس دي ومشيت مشيت مع البلاد ستريم وراحت لمكان تاني، وهتعمل له برضو ايه؟ بلوكينج للبلاد فلو. اوكي طيب ديت برضو الايه، الاير امبوليزم، شفتوا الزرقاء دي اللي هي الاير ايه بابلز. اوكي طيب نيجي بعد كده على برضو الاير امبوليزم، اهي الاير بابل، اهي الصوره اكبر، اهي الاير بابل، وهنا البلاد ستريم اللي هو الاحمر، والاير بابل اللي هي الايه الزرقاء، ماشي. الفورين بودي امبوليزم دوت عباره عن اكسترنسك فورين ماتيريال، ماشي، بتروح بعد كده للفين وتوصل بعد كده اللنج وتعمل ايه؟ برضو ايه؟ بالموناري امبوليزم. طب الفورين بودي ده جه منين؟ والله بقى ايا كان، ممكن مثلا الناس اللي هم بتعاطوا اللي هم الابيوزد دول، ماشي، بياخدوها عن طريق الانجكشن، الماتيريال دي مش بتبقى بيور، يعني ده بتبقى في معاها كونتامينانت ماتيريالز، ماشي، زي ستارش بقى، زي تلج،
ماشي. فالماتيريال دي برضو بيحصل لها برضو ديسلوجيت وتمشي في البلاد ستريم وتعمل ايه امبوليزم. خلاص البولتس برضو والشوت جان ممكن بيلتس اللي هم البيلتس الصغير ممكن برضو يعملوا ايه امبوليزم ماشي. طيب اهم حاجه بقى عندنا الامنوتيك فلويد امبوليزم. الامنوتيك فلويد امبوليزم يا جماعه بس يعني الحمد لله بيبقى رير يعني، يعني ممكن تلاقي بس 10% من كل الماتيرنال ديس بيبقى امنوتيك فلويد ايه امبوليزم ماشي. الامنيتك فلويد امبوليزم، اولا الامنيتك فلويد دوت بيدخل البلاد ستريم ماشي بتاع الايه المازر، وبعد كده بيعمل بقى سيريس رياكشنز ماشي، وبتعمل الرياكشن ده هيعمل ايه كارديو ريسبيراتوري كولابس، وبعد كده يحصل ماسيف بليدنج ويحصل ايه ديس ماشي. يبقى اثناء الامنيتك فلويد امبوليزم ده اثناء الولاده الامنيوتيك فلويد دوت او فيتال سيلز بتدخل البلاد ستريم بتاع المازر وتعمل بقى سيريس رياكشنز، ينتج عنه ايه بقى؟ هينتج عنه ان يحصل كارديو ريسبيراتوري كولابس وماسيف بليدنج وديس. اوكي ده كده بالنسبه للامنيوتيك فلويد امبوليزم ماشي يا جماعه. طيب انفكشنز اول تايبس بتاعت الاورجانيزم، سبتسيميا بايميا جاز جانجرين تيتانس. اوكي ده كده الانفكشن برضو ممكن يعمل ايه بيبقى كومبليكيشن، يعني كومبليكيشن من الووند انه يحصل له انفكشن، وده وارد جدا ماشي. اي اورجانيزم بقى بيجي على الووند ويحصل انفكشن ويحصل سبتسيميا بايميا جاز جانجرين تيتانس ماشي. طيب في برضو الاكيوت رينال فيلير ماشي. الاكيوت رينال فيلير دوت يا جماعه في عندنا حاجه اسمها الكراش سيندروم ماشي. اكيوت رينال فيلير يبقى دلوقتي عندنا الكراش سندروم. ايه هو بقى الكراش سندروم؟ سندروم دوت عباره عن ايه؟ هنيجي دلوقتي بقى على الكراش سندروم. الكراش سندروم دوت عباره عن ايه؟ عباره عن ميديكال كونديشن وبيبقى فيها يعني كاركترايزد باي شوك ورينال فيلير. خلاص ليه بقى؟ الكوز بتاعها حصل كراشنج انجري في السكليتال ماسل ماشي. يبقى هو عباره عن ميديكال كونديشن كاركترايزد باي شوك ورينال فيلير، والاسباب بتاعتها ان حصل افتر انجرينج كراشنج انجري للسكليتال ايه ماسل ماشي. فهتطلع بقى توكسينز وتبقى ري ابسوربد من الكراشت ايه ماسل. خلاص طيب ويحصل بعد كده بلوكج بقى في الرينال تيبيولز بالمايو هيموجلوبين اللي ايه اللي بيطلع من الكراشت ماسلز. يبقى دلوقتي الكراش سندروم دوت عباره عن ميديكال كونديشن بيبقى عباره عن شوك ورينا العين بيبقى شوك ورينال فيلير، وافتر كراشنج انجري للسكليتال ماسلز التوكسينز ديت بتبقى ريليزد من الكراش دي ايه ماسل. كمان بيطلع من الكراش دي ماسلز دي اللي هو المايو هيموجلوبين ويعمل بلوكج للرينال تيبيولز ويعمل ايه رينال فيلير ماشي. طيب التريتمنت بقى بتاعها بيبقى عباره عن ايه؟ اولا لو حصل مثلا كراشنج انجري للمسل او مثلا من ضمنها النيك او السباينال كورد او كده، حاول على قدر الامكان ان نعمل اموبولايزيشن للاريا دي اف بوسيبل ماشي. تاني حاجه ان انا اوقف البليدنج. تالت حاجه ان انا بعمل كفر للاريا دي اللي هي الكراش دي بويت كلوزز ماشي. طيب ده كده بالنسبه للاكيوت رينال فيلير والكراش سندروم. طيب نيجي بعد كده على سيرجيكال انترفيرنس. طبعا في يعني ده وارد قوي برضو ان البيشنت بيعمل سيرجيكال اوبريشن وبعد كده بيحصل ايه داي ماشي. ممكن بعد كده ايه بيحصل بقى ريسستيشن، بس ممكن بعد كده في النهايه برضو بيحصل ايه داي. خلاص يبقى ده كده يا جماعه بالنسبه للكومبليكيشنز بتاعه الوند. يبقى احنا قلنا اول حاجه عباره عن الشوك، وبعد كده قلنا تاني حاجة عبارة عن الهيموريج، وتالت حاجة عبارة عن الامبوليزم ماشي، وبعد كده رابع حاجة عندنا قلناها اللي هي الانفكشن، وبعد كده اكيوت رينال فيلير والكراش سندروم، وقلنا الكراش سندروم ده عبارة عن ايه، وبعد كده السيرجيكال انترفيرنس ان البيشن ده ممكن يضاي اثناء السيرجيكال اوبريشن. اوكي في النهاية يعني بتمنى لكم حظ سعيد ان شاء الله، واتمنى ان انا اكون ايه افدتكم، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.